طبعا يعني من لحظة شفنا تقرير عن الأعضاء إن الجمعية العمومية بيتكلموا على قصة غياب المستشار مرتضى عن النادي حتى الآن، في تأثير واضح الأعضاء إن هم دائما وأبدا بيبقوا ملتفين حواليه وعايزينه موجود في النادي. وطبعا هي رسالة للسيادة المستشار إن هو يجي النادي ويحضر النادي، طبعا هو له يعني أسبابه، لكن رأيك في شعور أعضاء الجمعية العمومية يا أستاذ منتصر؟ بالتأكيد أنه شعور أعضاء الجمعية العمومية شعور نابع من تجربة شخصية مع المستشار مرتضى منصور من 2014. هم شافوا قد إيه هذا الرجل تعب في بناء نادي الزمالك الحديث، تعب في إنشاء نادي الزمالك الحديث، نادي الزمالك اللي كان أشبه بخرابة تسكنها الغربان مع الفارق في التشبيه. بس أنا بتكلم أنه كان الأعضاء الجمعية العمومية هجروا النادي، المنشآت لا تليق بنادي ولا بأعضاء جمعية عمومية محترمين بقدر وقيمة نادي الزمالك. كل الخدمات تقريبا مش موجودة، الفرق الرياضية تعاني الأمرين من انكسارات وخسائر وعدم قدرة على شراء لاعبين جيدين يليقوا بتاريخ نادي الزمالك. كل ده تغير مع قدوم المستشار مرتضى منصور في 2014، وتزايدت الأحلام. يعني في خلال 6 شهور بدأت ملامح الثورة الإنشائية اللي عملها المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، قد إيه كان حريص على خدمة أعضاء الجمعية العمومية والعمل في مسارين مختلفين في نفس التوقيت، بناء الفرق الرياضية ويعني توفير الخدمات وبناء ثورة إنشائية تليق بأعضاء الجمعية العمومية. في خلال 6 شهور ابتدت الملامح، كنت معايش لهذه التجربة على المستشار مرتضى منصور. كنت بشوف قد ايه بيسهر وبيتعب، بيبني طوبه طوبه في نادي الزمالك، قد ايه بيقعد للساعات الاولى من صباح كل يوم بيباشر الاعمال بنفسه، والعمل كان لا يتوقف مطلقا، الليل والنهار متواصل لحد ما اضحى نادي الزمالك. يعني تحفه معماريه ومليء بالصالات التي تخدم المنتخبات الوطنيه والفرق الرياضيه لنادي الزمالك. كل شيء تحول من تراب وعفار الى يعني اشبه ب منتزه سياحي. كل السفراء الأجانب اللي زاروا نادي الزمالك قالوا أنه ده نادي أوروبي على أراضي مصرية. ده تماشيا كان مع الجمهورية الجديدة اللي بيبنيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نادي الزمالك هذا الكيان العريق في عهد المستشار مرتضى منصور يواكب هذه الثورة الإنشائية اللي تعملها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمن هنا جه الإحساس أنه كبير العائلة لازم يبقى موجود، الراجل اللي بنديله أصواتنا لثلاث دورات متتالية وبيفوز بأغلبية ساحقة في كل انتخابات بينزلها، رغم المؤامرات ورغم المعوقات ورغم تجميد أرصدة النادي في البنوك، إلا أن يبقى المستشار مرتضى منصور هو فرس الرهان، وهو اللي بتراهن عليه دايما وبتكسب الرهان. اي عضو جمعيه عموميه بيثق تماما انه طالما المستشار مرتضى منصور متواجد ان الخير نادي الزمالك هيجي، ان موارد نادي الزمالك تتعاظم، انه الحنفيات الفساد اللي كانت موجوده قبل كده واغلقها هي اللي عملت لنادي الزمالك هيبه وقيمه وقدره على الدخول في صفقات، فبالتالي بتحقق بطولات في كل اللعبات الرياضيه. لو اتكلم في الموسم الحالي فقط اللي الناس بتقول المستشار مرتضى منصور لم يحقق فيه العام منذ عودته، بتكلم على انه 12 بطولة منهم دوري وكأس في كرة القدم، منهم في الطايرة 2 دوري و2 كأس وكأس للسيدات لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة، بتتكلم في كرة اليد على 4 بطولات، بتكلم على 2 كأس كؤوس أفريقية آخرهم الكأس اللي لسه كانوا 12 بطولة عندك، بتكلم عن كأس سوبر محترفين وكأس سوبر للمصري، يعني بطولات 12 بطولة والناس تقول لك هو عمل ايه والبطولات راحت فين؟ موسم كارثي. كان انت عندك النهارده كلمة كارثي دي صعبانة عليا، كارثي يعني ازاي؟ زعلاني قوي والله. وانت النهارده لحد الآن في بتتكلم في عام واحد 12 بطولة. عايز اقول لك كابتن خالد، يعني النهارده لما يطلع المهندس خالد مرتجي ويطالب وزير الرياضه وكانه بيزايد عليه وكانه وزير الرياضه بيساعد نادي الزمالك، مع انه الوزاره ما دفعتش حاجه لنادي الزمالك مطلقا، بالعكس انه دايما نادي الزمالك بيصرف من موارده. لما يطلع يتكلم يقول لك انا محتاج دعم الوزير، وزي ما بصص للنادي الثاني يجي ده انا محتاج اعمل حمام سباحه. يا اخي ده المستشار مرتضى منصور عامل 18 حمام سباحه بفلوس نادي الزمالك، وما خدش جنيه من الافكار بتاعته من وزاره الشباب، ولا خد جنيه من الدوله، ما خدش مليم من وزاره الشباب والرياضه،
فده الفرق في الإدارة. ففين واحد بيحول التراب لذهب، وواحد معاه كل الذهب ومش عارف يعمل حاجة. لما الوزير نفسه دكتور أشرف صبحي ساهم أو سهل حصول النادي الأهلي على قرض 300 مليون جنيه. طب الزمالك ما خدش في عهد مشار مرتضى منصور ولا قرض، بالعكس في عهد اللجان حصلوا على قرض 70 مليون جنيه بضمان العضويات، تجديد العضويه بالاضافه لتقريبا سهل الوزير مع الشركه الراعيه المحترمه ان كمان توفر 100 مليون جنيه من لنادي الزمالك في عهد اللجان. ده كله المستشار مرتضى منصور رجع دفعه وعزم، ورغم كده محجوز على 100 مليون جنيه من الضرايب ومن ممدوح عباس ومكبلين ايد الراجل. عشان كده المستشار مرتضى منصور قاعد مش عايز يروح. كمان بتقول انه معزول. طب معزول ازاي وهو بقوه القانون وبالحكم القضائي اللي رفعه في الاداريه العليا اللي اتحددت له جلسه 19/6 انه هو رافض انه يرجع وموجود رغم انه يعني الحكم او الطعن بيوقف تنفيذ الحكم، انما هو قال انا مش هرجع نادي الزمالك لسببين انا اعلمهم. اولا هو في بيانه قال ان انا يعني عايز امحو عار هذا اللقب ومش هرجع بحكم قضائي، زي ما مرضيش يرجع في سنه 2020 غير بحكم قضائي. صحيح. انما المستشار مرتضى منصور مش عاوز يقابل العمال البسطاء الغلابه اللي طول عمره في عهده من 2014 ما تاخرش جنيه لحد فيهم ولا الفرق الرياضيه ولا لعيبه، وانت النهارده مكبله وحاجز على ارصده النادي في البنوك وعايزه يقابل الناس ويرجع يقدم خدمات لاعضاء الجمعيه العموميه، فبتشل وتقوض حركه مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور. فهو لازم يرجع لانه نادي الزمالك من غيره ولا حاجه. أكيد. ودي حقيقه، مش بنقول كلام انه النادي بيقف على حد، ان نادي الزمالك بيضيف لاي حد، انما النهارده عندك راجل عمل من الفسيخ شربات ونجاحاته يعلمها الجميع القاسي والداني، ومن غيره نادي الزمالك سيعاني كثيرا.